اليوم نتحدث عن سلم من الأهداف التنموية اللي بيبدأ حقيقة بالاهتمام بمكافحة الفقر والجوع حول العالم. ولا شك أن موضوع التجارة كما أشرت قبل قليل له دور مهم بأن نصعد على هذا السلم من الأهداف لنصل إلى الحياة الأفضل والصحة الأفضل اللي بتنبني عليها أيضا استغلال الموارد بغض النظر عن البعد الجندري، اللي بينتقل بعدها إلى تحقيق بيئة عمل مناسبة ونمو اقتصادي حقيقي مناسب، بينتقل منها أهمية القطاع الخاص في تحقيق الابتكار والإبداع مما يحقق عوائد أكثر، لنصل في النهاية إلى مفهوم الشراكة الحقيقية.